أهلا بكم إلى أولى نشرتنا الإخبارية ونتابع فيها. الجزائر وليبيا يتفقان على تعزيز التعاون الثنائي وفتح معبر الدبداب الحدودي. قرابة 30 مدينة مغربية على موعد مع احتجاجات شعبية ضد التطبيع مع الكيان الصهيوني عشية اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني. ونتابع أيضا رعب المتحور الجديد أوميكرون يجتاح العالم، فهل ستصمد أمامه اللقاحات؟ إلى التفاصيل. قام وزير الداخلية الليبي خالد التيجاني مازن بزيارة رسمية للجزائر استغرقت يوما واحدا وشكلت مناسبة للتباحث حول سبل تعزيز التعاون وتبادل الخبرات والتجارب في المجالات ذات الاهتمام المشترك. وخلال الزيارة كشف الوزير الليبي عن تنصيب لجان تقنية لدراسة عدة نقاط بينها تدريب عناصر الشرطة ومراعاة مصالح رعايا البلدين. اللقاء بحسب بيان للداخلية الجزائرية خصص لبحث إعادة فتح المعابر الحدودية بين البلدين لتسهيل حركة النقل. تحدثت أنا وصديقي وزير الداخلية السيد كمال على كيفية التعاون مع أخواننا في الجزائر في ما يخص وزارتي الداخلية. هناك لجان فنية بين الوزارتين، عندنا أو لدينا مجموعة من النقاط اللي تحدثنا فيها من حيث تدريب العناصر الشرطية ومراعاة الإخوان الليبيين اللي مقيمين في الجزائر، وكذلك النظر في ظروف الجزائريين الموجودين عندنا في ليبيا. أيضا تحدثنا بشأن إعادة فتح المعابر الحدودية بين البلدين لتسهيل حركة البضائع وحركة المواطنين سواء كانت السلعة الليبية أو السلعة الجزائرية. فتطابق الآراء في كثير من الملفات، واتفقنا أن ندعم التنسيق مستقبلا ونذهب إلى بعض الأمور الملموسة في الميدان، كمثلا فتح المعبر الحدودي للدبداب تكلمنا عليه كثيرا، ولكن نظن حان الوقت أن السلع ما بين البلدين يعني تدخل وتخرج. تكلمنا على التكوين في مجال الشرطة، مجال الحماية المدنية، مجال الإدارة إلى آخره. المهم التنسيق متواصل ما بين الوزارتين خدمة للبلدين وخدمة للشعبين. في الشأن الليبي دائما تتزايد المخاوف في ليبيا بشأن مستقبل الانتخابات الرئاسية. معركة الطعون تتجه لاستبعاد أحد أبرز المترشحين، ويتعلق الأمر برئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد دبيبة الذي يواجه طعونا مرفوعة ضد ترشحه، في حين لم تظهر أو تظهر معطيات جديدة بشأن الأحكام القضائية ضد ترشح خليفة حفتر. في خطوة مفاجئة، محكمة الاستئناف بطرابلس تقبل طعنا ضد ترشح عبد الحميد دبيبة للانتخابات الرئاسية الليبية، وهو الطعن الذي تقدم به عدد من المنافسين له أبرزهم وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا. محطة تأتي لتضع دبيبة على مرمى حجر من إبعاده عن الاستحقاق الرئاسي مع حقه في الاستئناف، فيما لا تبرز طبيعة الاعتراضات التي استندت إليها المحكمة عند قبولها الطعن ضد دبيبة إذا ما تعلقت بجدل المادة 12 من قانون الانتخابات أم غير ذلك. بالمقابل، محكمة سبها الابتدائية تؤجل البتة في طعن سيف الإسلام القذافي ضد قرار استبعاده من السباق الرئاسي، وإذا كان عدم اكتمال الهيئة القضائية المبرر الذي علق على مشجبه تأجيل جلسة النظر في الطعن، فإن الخطوة تصنف بحسب نجل القذافية في خانة امتناع القضاة عن عقدها، ما جعل محاميه يغادرون قاعة المحكمة.
ذلك أن مدة النظر في الطعن المقدم والمحددة ب48 ساعة قد تم استنفاذها وفق ما تنص عليه إجراءات مفوضية الانتخابات. وفي وقت لم تبرز معطيات جديدة حول مآلات دعاوى المدعي العام العسكرية والحكم الصادر عن محكمة مصراتة بعد ترشح خليفة حفتر، كان جهاز المباحث الجنائية قد دعا مفوضية الانتخابات خلال الساعات الماضية إلى استبعاد حفتر من قائمة المترشحين للانتخابات الرئاسية بناء على أوامر الضبط والإحضار السابقة الصادرة بحقه. زخم اعتراضات ضد ترشح حفتر لم يسهم لحد الآن في تعثير طريقه نحو استحقاق 24 ديسمبر. تعتزم 27 مدينة مغربية الاحتجاج اليوم الاثنين ضد التطبيع استجابة لنداء وجهته الجبهة المغربية لدعم فلسطين ورفض التطبيع. وقالت الجبهة في بيان لها إن التظاهرات تتزامن مع اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني. من جانب آخر، نظمت مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين وقفة شعبية أمام مقر البرلمان المغربي في العاصمة الرباط تحت عنوان مع المقاومة ضد التطبيع مع الصهاينة، وذلك تضامنا مع الشعب الفلسطيني وتصديا لأجندات الاختراق الصهيوني في المنطقة. ويعتبر الناشط السياسي المغربي علي الهروشي خنوع وخضوع النظام المغربي للكيان الصهيوني الغاصب وتوقيع اتفاق أمني معه هدفه الجوسس لصالحه مقابل الحماية. الاتفاقية العسكرية والاتفاقية الأمنية هي أساسا مبنية على هذا اعتبار المغرب جاسوس للكيان الإسرائيلي مقابل أن تبقى القبيلة العلوية على العرش. هذا هو المشروع الإسرائيلي الصهيوني في المنطقة. فالديكتاتورية العلوية تاريخيا كانت خائنة لأنها جاءت بالحماية الفرنسية من أجل ضمان بقائها على العرش، ولكن عندما شعرت بأن الدعم الفرنسي بدأ ينقص هي التجأت إلى الكيان الإسرائيلي لضمان الحماية من جديد. وبشأن ما يريده الكيان الإسرائيلي من وراء الاتفاق الأمني مع النظام المغربي، يجيب الناشط السياسي المغربي علي الهروشي من العاصمة الهولندية أمستردام. الإشكال الآن، ماذا يريد الكيان الصهيوني الإسرائيلي بمنطقة شمال إفريقيا؟ الهدف الأساسي هو الجزائر أولا، لأن الجزائر هي الدولة الوحيدة التي لم تمس إلى حد الآن. الكيان الصهيوني قبل أن يصل إلى هذه الاتفاقيات حاول وضع مخطط، وهو تدمير جميع الرؤساء والزعماء الذين بإمكانهم أن يعارضوا التطبيع مع الكيان الإسرائيلي. دمروا ليبيا معمر القذافي لأنه لن يقبل بالتطبيع، دمروا صدام حسين لأنه لن يقبل بالتطبيع، دمروا حسني مبارك لأنه لن يقبل بالتطبيع، دمروا زين العابدين بن علي لأنه لن يقبل بالتطبيع، دمروا علي عبد الله صالح لأنه لن يقبل بالتطبيع، ودمروا وهم على طريقهم لتدمير بشار الأسد. ولكن أقول لكم بأن هدف الصهاينة هو تدمير الجمهوريات من الداخل كي لا تنتفض ضد التطبيع، وإعادة تركيبها وبناء جسد سياسي يحكم المناطق ويقبل بالتطبيع. ولكن الجزائر لم تسقط في هذا الفخ بعد، ولهذا السبب استعملوا الديكتاتورية العلوية من أجل تدمير الجزائر. هذا وقالت حركة فتح الفلسطينية إن اتفاقيات التطبيع بين الاحتلال الإسرائيلي والمغرب تشكل طعنة في خسارة القدس التي يرأس العاهل المغربي لجنتها منذ قرابة نصف قرن من الزمن. واستنكرت الحركة في بيان لها قيام وزير دفاع الاحتلال الإسرائيلي بني غانتس بزيارة المملكة المغربية متسائلة عن جدوى التطبيع والاتفاقيات الأمنية في هذا التوقيت بالذات. وكانت حركة حماس الفلسطينية قد أدانت من جهتها بشدة توقيع النظام المغربي العديد من الاتفاقيات مع الكيان الإسرائيلي،
معتبرة أن الخطوة لا يمكن تبريرها تحت أي أهداف أو ذرائع، منوهة في السياق بدور الشعب المغربي في نصرة الأقصى المبارك ودوره المعهود تجاه الفلسطينيين، واصفة التطبيع المغربي الصهيوني بالانتكاسة نحو العدو الصهيوني. اقتحم رئيس الاحتلال الإسرائيلي أمس الأحد الحرم الإبراهيمي الشريف برفقة مستوطنين، في المقابل أدانت الخارجية الفلسطينية مخطط الاحتلال لاقتحام المسجد الإبراهيمي، معتبرة الخطوة احتضانا رسميا للإرهاب أو لإرهاب المستوطنين. اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني الذي أقر سنة 74 من القرن الماضي، التاريخ الذي اختير للإشارة إلى قرار تقسيم فلسطين إلى دولتين. يتزامن هذه السنة مع زيارة استفزازية من رئيس الكيان إلى الحرم الإبراهيمي بالخليل لإشعال الشمعة الأولى لعيد الأنوار اليهودي المزعوم. الزيارة تضاف إلى الاقتحامات المتكررة للمسجد الأقصى ومحاولات تهويده والاضطهادات المتزايدة على الفلسطينيين، ناهيك عن ارتفاع وتيرة الاستيطان والتطبيع الدولي. هو رسالة تهويد للحرم الإبراهيمي، تدشين شيء غير معروف اليوم من قبل رئيس دولة الكيان للحرم الإبراهيمي. نحن في وزارة الأوقاف نستنكر ونشجب كل هذه الإجراءات ونقول أن التاريخ ثابت. الخارجية الفلسطينية حملت سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن الاعتداءات على الحرم الإبراهيمي ونتائجها على الأمن في المنطقة، واصفة اقتحام الحرم الإبراهيمي بمثابة احتضان رسمي لإرهاب المستوطنين. الفعالية السياسية الفلسطينية وفصائل المقاومة طالبت المجتمع الدولي بإيجاد آليات فعالة بدل التنديد، مشيرة إلى أن الاحتلال يتعمد فرض سياسة الأمر الواقع، ضاربا بعرض الحائط عشرات القرارات الأممية التي تجبره عن العدول على سلوكياته وحتى تواجده في أرض لا يملكها. حل رئيس أركان الجيش الجزائري الفريق السعيد شنقريحة بجمهورية مصر العربية في زيارة رسمية يحضر خلالها معرض الدفاع إيداكس 2021 في دورته الثانية. وذكر بيان وزارة الدفاع الجزائرية أن زيارة الفريق شنقريحة إلى القاهرة تندرج في إطار تعزيز التعاون بين الجيش الجزائري والقوات المسلحة المصرية، وستكون فرصة لبحث المسائل محل الاهتمام المشترك. إلى شأن آخر، عقد بمدينة كالي شمال فرنسا اجتماع أوروبي مصغر ضم وزراء داخلية كل من ألمانيا وهولندا وبلجيكا فضلا عن المفوضية الأوروبية. الاجتماع بحث تعزيز التعاون بين هذه الدول لمحاربة مهربي المهاجرين غير الشرعيين. اجتماع أوروبي مصغر جرت أشغاله في كالي شمال فرنسا الأحد لتعزيز مكافحة شبكات تهريب البشر بعد 4 أيام على أسوأ حادث غرق مهاجرين في بحر المانش الذي يشق الحدود الفرنسية البريطانية، ما أدى إلى مقتل 27 مهاجرا. هذا الاجتماع والذي استبعدت منه بريطانيا على خلفية إلغاء وزير الداخلية الفرنسي مشاركة نظيرته البريطانية بريتي باتيل بعد تداعيات رسالة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، يطالبه فيها باستعادة المهاجرين الواصلين إلى بلاده عبر البحر. فرنسا عبرت عن انزعاجها من تصريحات بوريس جونسون حول تقصير سلطات الإليزي إيجاد حلول لأزمة المهاجرين، رغم تقديم بريطانيا أموالا ضخمة للمساعدة في هذا الملف. كما شدد جونسون في رسالته على ضرورة أن توافق فرنسا على تسيير دوريات مشتركة عبر بحر المانش لرصد تحركات المهاجرين وتعزيز التعاون الاستخباراتي للقبض على المتورطين. في الطرف الآخر، يرى مراقبون أن ماكرون بالغ في ردة فعله إزاء القضية باعتبار أن طلبات بوريس جونسون تلخصت في 5 بنود يمكن تحقيقها بين الطرفين، وبحسب آخر الإحصائيات حول طالبي اللجوء إلى بريطانيا فقد تعدت الأرقام 25,000 مهاجر بلغوا أراضي المملكة عن طريق بحر المانش قادمين من فرنسا. ملاحظون يرون أن أزمة فرنسا وبريطانيا الأخيرة مفتعلة من الطرف الفرنسي، وما هي إلا قطرة في بحر
يريد بها الفرنسيون تلويث العلاقات أكثر بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي، وما هي إلا سياسة خارجية فرنسية أصبحت تعتمد على استقطاب التوترات مع الدول التي تراها تشكل خطرا عليها. واصل المتحور الجديد لفيروس كورونا أوميكرون انتشاره في أرجاء العالم رغم أنه لا يزال في أيامه الأولى، غير أن العالم دق ناقوس الخطر وسارعت دول عديدة إلى فرض قيود على السفر من وإلى جنوب إفريقيا. هذا وأكد رئيس جنوب إفريقيا أن بلاده ستعرف خلال الأيام القادمة موجة رابعة وأن معظم الإصابات تعود للمتحور الجديد. المتحور الجديد أوميكرون، وحسب مدير مركز الاستجابة الوبائية والابتكار في جنوب أفريقيا، تعرض إلى طفرات شديدة بشكل كبير على مجموعة غير عادية من الطفرات، مؤكدا أنها مختلفة تماما عن المتحورات الأخرى التي انتشرت سابقا. ووفق مركز الاستجابة الوبائية في جنوب أفريقيا، فإن هذا المتحور يحوي 50 طفرة إجمالية وأكثر من 30 على البروتين الشوكي الذي يحيط بالفيروس. منظمة الصحة العالمية من جهتها أشارت إلى أن بعض طفرات هذا المتحور ظهرت مع سلالات أخرى كدلتا وألفا وبيتا، كما أوضحت أن هذا المتحور الجديد يرتبط بواحد من تغييرين رئيسيين عن الإصابة بسلالات التقليدية للفيروس، بما في ذلك ارتفاع شديد في العدوى وارتفاع في صعوبة الكشف عنه وفي فعالية التطعيم والعلاجات. وتظهر صعوبة نوعا ما في الكشف عنه حتى مع اعتماد فحوصات الكشف السابقة، بما أن هذا المتغير لديه عناصر ناقصة في جين الأس الذي يسمح بالتعرف السريع على الفيروس. وبالتساؤل عن جدوى فعالية التطعيم والعلاجات وتأثيرها على متحور أوميكرون، يقول الخبراء إن اللقاحات المستخدمة حاليا ليست مصممة بناء على خواص المتحور الجديد، كما لا توجد حاليا أي بيانات حول قدرة التطعيم على مواجهة هذا المتحور من عدمه، فالأمر يحتاج لمزيد من الدراسات حتى يتبين عدد الجرعات اللازمة لتقليل خطره، فيما قالت العديد من شركات الأدوية إنها تعمل على تكييف لقاحاتها في ضوء ظهور هذه السلالة الجديدة من كوفيد-19. في الاقتصاد، أعلن تحالف أوبك بلاس تأجيل اجتماع اللجنة الفنية المرتقب الخميس بدلا من الثلاثاء المقبل لدراسة مسار سوق النفط، لإعطاء اللجان المزيد من الوقت لتقييم أثر انتشار سلالة كوفيد الجديدة. تتجه منظمة الدول المصدرة للبترول وحلفاؤها نحو التخلي عن خطط زيادة إنتاج النفط خلال الأسبوع المقبل. تتسع رقعة تفشي سلالة أوميكرون الجديدة وتتفاقم معها مخاوف المستثمرين بشأن ضعف الطلب، لتعزز من التوقعات بتوجه منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك وحلفائها لاتخاذ قرار بالتخلي عن خطط زيادة إنتاج النفط خلال اجتماعهم الأسبوع المقبل. الانهيار الحاد في أسعار الخام لأدنى مستوى لها منذ قرابة 3 أشهر في أسوأ أداء يومي لها منذ 1.5 عام، معطيات من شأنها أن تدفع بالكارتل النفطي للتراجع عن خطة تتضمن ضخ أوبك وشركائها 400,000 برميل أخرى يوميا للسوق شهر جانفي القادم، في ظل سعيهم لاستعادة الإنتاج الذي توقف خلال انتشار الوباء العام الماضي. وهنا تنقل وكالة رويترز عن مندوبين طلبوا عدم الكشف عن هويتهم أن المجموعة تدرس بالفعل قرار التوقف عن الزيادة مؤقتا بعد أن أعلنت الولايات المتحدة ومستهلكون آخرون الإفراج عن مخزونات النفط للحالات الطارئة 2 الماضي، توجه سبقته تحذيرات سعودية بلسان وزير المملكة للطاقة عن عودة أسواق النفط الخام العالمية لتسجيل فائض في العرض خلال الشهر المقبل بالتزامن مع تعرض الطلب للخطر بسبب حالات العدوى الجديدة، وضع دفع بكبريات بنوك الاستثمار الأمريكية والبريطانية لوصف عودة التحالف النفطي إلى خيار خفض الإنتاج ضمن السيناريوهات المنطقية والممكنة بالنظر لتفاقم الحالة الوبائية وهشاشة الطلب العالمي على الطاقة.
إلى الرياضة الآن. تتجه اليوم الأنظار إلى العاصمة الفرنسية باريس بمناسبة حفل جائزة الكرة الذهبية، والتي تعود بعد غيابها لأول مرة في تاريخها العام الماضي. وتعود الجائزة التي ينتظر فيها عشاق كرة القدم معرفة المتوج على عرش أفضل اللاعبين في العالم وسط غموض كبير. بسرعة كبير ومنافسة أكبر تعود جائزة الكرة الذهبية لتصنع الحدث وتشد أنظار العالم بأسره. فعشية الإعلان الرسمي عن عريس الكرة العالمية، لا يزال الوضع غامضا بشأن اللاعبين الذين سينالون شرف الصعود على المنصة، وبخصوص الفائز بلقب أحسن لاعب في العالم لسنة 2021. وإن كانت بعض المصادر والتسريبات تتحدث عن فوز سابع للأرجنتيني ليونيل ميسي، إلا أن بداية موسمه المحتشم مع باريس سان جيرمان قد تغير موازين القوى لصالح منافسين يستحقون التتويج بأرقام فلكية ومستويات رائعة، على غرار هداف بايرن ميونخ روبرت ليفاندوفسكي وقائد ريال مدريد كريم بنزيما ومحمد صلاح الذي يؤدي بداية موسم استثنائية مع ليفربول. اسم لاعب خط وسط تشيلسي جورجينيو تم تداوله هو الآخر بعد فوزه بلقب رابطة أبطال أوروبا مع البلوز وكأس أمم أوروبا مع المنتخب الإيطالي، شأنه شأن غولو كونتي الذي أبدع وتألق خلال سنة تعددت فيها الأسماء والنجوم التي أضاءت سماء الكرة العالمية. منافسة شديدة وصراع محتدم، وقبل ساعات من الإعلان الرسمي عن صاحب لقب أفضل لاعب في العالم، ليس من السهل إطلاقا توقع الترتيب العام للمسابقة لتكون مهمة ميسي صعبة أكثر من أي وقت مضى للحفاظ على لقبه وعرشه وسمعته كنجم نجوم الساحرة المستديرة. يختبر الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا تقنية التسلل التلقائي، وهي تقنية جديدة تستخدم لأول مرة خلال كأس العرب المزمع انطلاقها غدا الثلاثاء في اختبار أولي قبل استخدامها المحتمل في كأس العالم قطر 2022. التقنية تعتمد على تعقب الكاميرا والحاسوب لحركات اللاعبين وكذلك الكرة، وتترك القرار للذكاء الاصطناعي ليحدد حالات التسلل. نهاية النشرة، شكرا لكم، في أمان الله.